كنت ساكن، أعطوني المنحة تشمل سكن في الجامعة وأكل كامل 3 وقعات وحق الكتب والرسوم وكل شيء. وكان كل يوم يحق لنا أنه نأخذ حبة فاكهة على الصبح والظهر والمساء، تفاح أو موز أو برتقال. كنت أخذ الحبة وأخذها على غرفتي 3 حبات وضربيهم ب7 أيام 21 حبة، أخذهم بهالكيس وكونوا أهلي مستنين يوم الجمعة المساء إنه طلال جاي وجاي بالفواكه، ونقعد في هالبيت على الأرض، طبعا ما فيش طاولة، نمد هالبساط ونحط هالفواكه ونقعد ناكل بمنتهى السعادة. يعني يمكن يقول لك واحد إنه حرمت نفسي من التفاحة، لم المتعة إنه أنا وأخوي قاعدين عم ناكل وأختي وأمي من جايب 21 حبة فاكهة نقعد عليها ونقول كل من أحلى اللحظات. هاي علمت كيف أن السعادة مش بأنه الواحد يأخذ، بأنه يعطي. هذا شيء مهم والله، أريد كل إنسان أن يعرف ما يحقق سعادتك هو شعورك بأنك أعطيت إنسان وجعلته سعيدا. عندما تسعد إنسانا آخر هي السعادة الحقيقية، مش عندما تكسب شيء أنت. والله عمري ما فرحت بشيء أنا كسبته.